المسائية من الميادين وفي عناوين ملفيها لهذه الليلة. إسرائيل تخرق اتفاقية كامب ديفيد مع مصر باحتلال محور صلاح الدين فيلادلفيا، وفصائل المقاومة تجدد رفض التفاوض قبل وقف العدوان. لماذا يصر نتنياهو على استنزاف جيشه وتعميق أزمته السياسية؟ تصعيد العدوان على الضفة والمقاومة تثبت نجاعة استراتيجية الاشتباك، مرحلة جديدة من الخلافات الداخلية الإسرائيلية وعجز خارجي في فك ارتباط الساحات. أي جبهة ضغط تمثلها الضفة؟ مساء الخير. محور فيلادلفيا تحت الاحتلال، وعبره يدخل الاحتلال نفسه في دائرة الحصار المطبق. بحث يائس عن ورقة ضغط مفقودة تحمل إسرائيل إلى إعلان السيطرة على محور صلاح الدين فيلادلفيا. الهدف قطع الصلة الجغرافية بين غزة ومصر، والذريعة الأنفاق، وهي واحدة من ذرائع نتنياهو لمواصلة عدوانه على مدى 8 أشهر وحصاده خاوٍ. في الإرجاء الانتهازي ترجمة لطمع إسرائيلي عمره من عمر اتفاقية كامب ديفيد. ولكن ماذا عن التوقيت في ذروة الحرب والإبادة الجماعية والمحارق وتراكم عناصر العزلة الدولية؟ على موعد مع التوتير يبدو المحور الجنوبي، ومحاولة ترميم التأييد الداخلي المنهار لحكومة اليمين الإسرائيلية تهدد بتصعيد مع مصر، ففي احتلال المحور خرق للمعاهدة بين الطرفين. إذن ماذا أمام القاهرة؟ وماذا بقي لدى الاحتلال بعد رميه بما قد يعد الورقة الأخيرة؟ عن 642 زاد عدد القتلى من جنوده المعلن عنهم. في غزة معارك ضارية مع مقاومة أثبتت قدرتها على قراءة تموضعات الاحتلال وخططه وتعديل عملياتها لمطابقتها مع الظرف والمكان والواقع. وفي المفاوضات تجديد لموقف حماس والفصائل، استعداد لاتفاق كامل في حال وقف الحرب والعدوان. أما في الضفة الغربية المحتلة، غليان في مواجهة العدوان، حال اشتباك مستمر يخوضه المقاومون لمنع مخططات إسرائيلية مركبة، بدءا باقتلاع الفلسطينيين من أرضهم إلى محاولات فصل الساحة عن غزة والجبهات الأخرى. ساحة تتصاعد فيها أعمال المقاومة وتتعمق معها الخلافات الإسرائيلية حول سياستها في التعامل مع الساحات المتشابكة. خلافات داخلية أفقية وعمودية، اتهامات متبادلة، تقاذف مسؤوليات، اقتراح من معسكر الدولة لحل الكنيست، وتهديدات من وزراء بالانسحاب من مجلس الحرب. هي محاولات لاستباق تداعيات اليوم التالي للحرب على تل أبيب بذاتها، وهي تتقدم خطوات إضافية باتجاه اكتمال الهزيمة الاستراتيجية. البداية نرحب بضيوفنا في مسائية الليلة، الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية معنا مباشرة من القاهرة. نرحب من رام الله أيضا بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ساري عرابي، وترحيب موصول من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالمحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ توفيق طعمي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ أشرف أبو الهول من العاصمة المصرية القاهرة. نحن أمام تطور وواقع ميداني جديد مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بسيطرته على محور صلاح الدين فيلادلفيا. أمام هذا التطور تسأل الكثير من التساؤلات والاستفهامات حول تأثير ذلك على مصير معاهدة كامب ديفيد، وما هو الرد المصري، وأمام أي خيارات توضع اليوم القاهرة؟ يعني أولا تحياتي لك وللسادة الضيوف. يعني أعتقد أنه إسرائيل في مأزق كبير جداً، هي كانت تدعي على مدى شهور هذا العدوان أنه حماس ما زالت تستخدم أنفاق تربط بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وأنه هذه الأنفاق كانت تتدفق منها الأسلحة، وأنه ربما يتم استخدام هذه الأنفاق لتهريب الرهائن أو لخروج بعض قادة المقاومة إلى مصر. لكن إسرائيل يعني شددت على أنها ستقوم باجتياح رفح، ومؤخرا قامت باجتياح رفح ولكن لم تجد أي شيء. الأنفاق التي تتحدث عنها يعني مصر كذبت وجودها تماما، لا يوجد أي دليل، لم يقم أحد بتصوير هذه الأنفاق، ولم يقل لنا أحد هل هذه الأنفاق
ما زالت تعمل أم إنه جانبها المصري كان مغلق؟ ومن المؤكد إنه هذا الجانب كان مغلق، وبالتالي إسرائيل وضعت نفسها في مأزق جديد. هي ادعاءاتها المتكررة على مدى شهور إنه الأسلحة تتدفق على غزة من مصر، وثبت إنه هذا غير صحيح أولا. ثانيا، مصر يعني تمسكها بابتعاد إسرائيل عن محور فيلادلفيا له هدف استراتيجي مهم جدا، هو ألا تتحكم إسرائيل في هذا الجانب من الحدود، من الجانب الداخلي من غزة، وتعمل على الضغط على الفلسطينيين لاتجاه الحدود المصرية. لذلك مصر صعدت مع إسرائيل، صعدت عندما قررت أولا الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة في غزة، صعدت بالتهديد بتقليص حجم العلاقات ووصولا إلى مراجعة كامب ديفيد، وحذرت إسرائيل أكثر من مرة إنه إذا ما تم الاقتراب من الحدود المصرية أو الدفع بالفلسطينيين إلى الحدود المصرية فهذا سيؤدي إلى صدام عسكري. وما زالت يعني العلاقات المصرية الإسرائيلية تعيش يعني حرب بردة حقيقية، حرب يمكن أن تنفجر في أي لحظة من اللحظات، وهناك ضغوط أمريكية على إسرائيل يعني الالتزام بالاتفاقية والابتعاد عن اجتياح كامل يؤدي إلى يعني أعداد كبيرة من الضحايا في الجانب الفلسطيني. مصر لديها هدف رئيسي يعني ليس الدخول في حرب، ولكن الملفت أستاذ أشرف فقط بموقف الأمريكي، لأنه ما سمعناه على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي هو يتحدث أنه السيطرة التكتيكية بما وصفها بهذه السيطرة على محور فيلادلفيا هي تأتي بالتماشي مع العملية البرية المحدودة، وقد أطلع المسؤولون الإسرائيليون البيت الأبيض والفريق الرئيس جو بايدن على ذلك، يعني وكأنه لا يفهم هنالك من ضغوط فعلية على إسرائيل لأخذ بعين الاعتبار واقع هذه الاتفاقيات الأمنية ما بين الجانبين المصري والإسرائيلي. يعني هنا عندما يتحدث عن سيطرة تكتيكية، هو الأمريكي كان منذ البداية يعني يطلب من إسرائيل ألا تجتاح رفح بأعداد هائلة من القوات، وألا يعني تدخل المراكز السكنية، وألا توقع أعداد هائلة من الضحايا نظرا لاكتظاظ رفح بما يقرب من 1.5 مليون نسمة. وأيضا السيطرة التكتيكية تعني أن إسرائيل لا تسيطر على يعني ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين فعليا بوجود الدبابات والمدرعات فوقها، ولكن بسيطرة نارية، بمعنى أنها يعني تسير بجانب هذا المحور ودباباتها ومدفعياتها موجهة إليه، ويمكن أن تقوم بعمليات مداهمة وتفتيش دون أن تسيطر عليه بشكل كامل. وهذا شيء منطقي وطبيعي، لأنه هذا المحور عرضه لا يزيد عن 100 أو 150 متر، وبالتالي ليس منطقة كبيرة جدا يمكن أن يعني تتوغل بها الدبابات وأعداد كبيرة من يعني فقط بسؤال مباشر أستاذ أشرف، هل ردود الفعل ستبقى بالإطار الدبلوماسي؟ نتحدث من الجانب المصري، هل يمكن أن نشهد سحب للسفير المصري؟ يعني يمكن مصر أن تسحب السفير المصري، ولكن ببساطة عندما ينسحب السفير المصري أو يسحب السفير المصري يعني ستكون فرصة المفاوضات قد تلاشت بنسبة كبيرة جدا، وهذا سيكون مبرر لإسرائيل لاستمرار العدوان على غزة وتصعيده أكثر وأكثر. إسرائيل رغم كل ما قامت به في رفح إلا أنها تدعي أنه ما زالت تبحث عن كتائب حماس وقادة حماس، وانها لم تقم بشيء فعليا، رغم انها بالفعل تسيطر على رفح، يعني سيطرت على الجانب الشرقي من رفح، وبعد ذلك دخلت الى الجانب الغربي، سيطرت على منطقه تل زعرب ومنطقه تل السلطان وغيرها، وبالتالي يعني هي ما زالت تلوح الى انه الحرب في رفح او العدوان على رفح سيستمر فتره طويله. مصر يعني تثق انها اذا خرجت من اطار المساعده في
يعني محاولة إدخال المساعدات لغزة، محاولة إيقاف الحرب، فالأمور ستسوء كثيرا. دعيني أذكرك أنه عندما أغلق معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم عادت المجاعة إلى غزة مرة أخرى، وما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الرئيس بايدن والرئيس السيسي هو إدخال 200 شاحنة يوميا وأربع شاحنات وقود. يعني في حرص مصري على إبقاء هذه الصلة الجغرافية تحديدا ما بين غزة ومصر لإيصال هذه المساعدات، أفهم منك، حتى بحدود هذه الخطوات المصرية. لا بديل آخر، يعني عندما حاولت الأردن إرسال مساعدات برا من ناحية معبر إيرز بيت حنون تصدى لها المستوطنون ودمروها، عندما أنشأ الأمريكيون ما أسموه بالرصيف البحر المؤقت قالوا أن الرياح اقتلعته، الإرسال المساعدات جوا فاشل، وبالتالي لابد من دور مصري للإبقاء على الغزيين، وإلا ستستطيع إسرائيل القضاء عليهم جوعا ومرضا أكثر مما هو عليه الوضع الآن. أنتقل إليك أستاذ ساري عرابي، ماذا بأبعاد إعلان جيش الاحتلال هذه السيطرة على محور فيلادلفيا وتحت حجة الأنفاق التي يعني أتى برد ونفي مباشر من قبل الجانب المصري، ونحن نتحدث عن التوقيت، يعني بعز هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب في هذه الحرب، المحارق أيضا، الأثمان الباهظة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي ويدفعها في رفح، هل يريد نتنياهو أن يجعل من السيطرة على محور فيلادلفيا صلاح الدين هي ورقة ضغط الآن ضد حماس لمواصلة المفاوضات ومن أجل التوصل إلى صفقة ترضي نتنياهو وحكومته؟ يعني أعتقد أن الأسباب التي تدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ عملية عسكرية في رفح بما في ذلك احتلال معبر رفح ومحور فيلادلفيا هي أسباب متعددة. أعتقد أن أهم هذه الأسباب في الحقيقة هي أهداف استراتيجية متعلقة بالأهداف الكبرى للحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة. الحرب على قطاع غزة من أهدافها الأساسية هو تفكيك حركة حماس وإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة. لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي كما يقولون أن يتم تفكيك كتائب حركة حماس وإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة دون أن يدخلوا كل مدن وكل أماكن قطاع غزة، وهم يتحدثوا عن وجود بنية تنظيمية وبنية إدارية لحركة حماس في منطقة رفح بالإضافة طبعا إلى البنية العسكرية. نعم بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق هذه الأهداف أصلا في شمالي قطاع غزة، الأداء العسكري لحركة حماس في شمالي قطاع غزة يتفوق على أدائها في الأيام الأولى والشهور الأولى لهذه الحرب، فشلوا في تفكيك كتائب حماس في مدينة غزة، ونحن نلاحظ الأداء العسكري المكثف والذي يتسم بالزخامة والتعقيد والتركيب والتنظيم لحركة حماس في مدينة غزة وفي شمالي مدينة غزة. ومن ثم هناك أصوات استراتيجية تقول في لدى الكيان الإسرائيلي حسنا لو قمنا باحتلال رفح ولم نتمكن من تفكيك حركة حماس ولم نتمكن من استعادة الأسرى الإسرائيليين، هذا إمعان في الفشل الإسرائيلي المستمر منذ بداية هذه الحرب وحتى نهاية هذه الحرب. لكن أنا أعتقد بشكل أو بآخر هناك قدر من الإجماع على ضرورة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، لا أظن أن هناك خلافات جوهرية على هذا المبدأ، الخلافات الحقيقة على الأولويات والتنظيم والتوقيت والترتيب فيما يتعلق بذلك بين المؤسسة العسكرية وبنيامين نتنياهو على وجه التحديد. أيضا يضاف إلى ذلك أن هناك سؤال كبير متعلق بنهاية هذه الحرب والترتيبات الإدارية التي ينبغي أن تكون في قطاع غزة بعد نهاية هذه الحرب، وما ينبغي أن يترتب على ذلك من ترتيبات اقتصادية، يعني تغيير الواقع كله في قطاع غزة على المستوى السياسي والإداري والاجتماعي والأمني والثقافي داخل قطاع غزة، هذا يتطلب تهيئة وتمهيد لمثل هذه التغييرات، وهذا يتطلب بطبيعة الحال كما يقول الاحتلال الإسرائيلي دخول مدينة رفح والسيطرة على المعابر المتعددة، بالإضافة طبعا إلى أهداف عسكرية، البحث عن قيادات لحركة حماس، البحث عن أنفاق، البحث عن ورش تصنيع كما يزعمون ويقولون وجود أنفاق ما بين مصر وما بين رفح. ليس بعيدا عن ذلك طبعا محاولة استغلال ذلك أيضا في سياق الضغط، ولكن هذه مخادعة في الحقيقة. هو الإسرائيلي يحاول أن يقول أن الذهاب إلى رفح هو في سياق الضغط التفاوض، هم يقولون ذلك بشكل صريح، يعني يقولون الآن هناك فرصة مقدمة لحركة حماس في المقترح الإسرائيلي الأخير الذي رفضت حركة حماس أن تستلمه بالمناسبة، فإما أن توافق عليه حركة حماس وإما أن يذهب الاحتلال إلى رفح. الاحتلال ذاهب إلى رفح وأصلا موجود في رفح، أصلا هو منغمس صح. في العديد من يتحدث عن المرحلة الثانية بعد السيطرة على فيلادلفيا. نعم بالتأكيد، ومن ثم فهذه أعتقد خدعة، محاولة القول أن الذهاب إلى رفح هو في سياق تفاوضي من أجل الضغط العسكري من أجل انتزاع من تنازلات من حركة حماس هي خدعة إسرائيلية في الحقيقة على هذا الصعيد، وهذه الخدعة
تتواطأ عليها مع الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الأمريكية التي زعمت أن الذهاب إلى رفح خط أحمر، تبين تماما أنه لا يوجد خط أصلا، يعني ليس خطا عائما وليس خطا ضبابيا ولا باهتا، لا يوجد خط أصلا. وهذه سياسة الإسرائيلي، وهذه قضية خطيرة، وأنا أعتقد أن الأشقاء والإخوة في مصر ينبغي أن يتنبهوا إلى هذه القضية الخطيرة، وهو أن الإسرائيلي اعتاد على تكريس الوقائع ثم اعتبار هذه الوقائع منطلق لكل نقاش قادم ومنطلق لكل خطوة قادمة. هو كرس الوقائع أولا حينما احتل معبر رفح واحتل مناطق من محور فيلادلفيا، فرض ذلك على العالم، ثم انتقل للانغماس في شرقي مدينة رفح، ثم أكمل عملياته العسكرية في رفح. وهو مطمئن أيضا، ليس فقط مطمئن إلى أن الإدارة الأمريكية ستكون دائما كتفها بكتف الاحتلال الإسرائيلي ما دامت حربه قائمة، ولن تتخلى عن الإسرائيلي وستدعم الإسرائيلي وستغطي الإسرائيلي بكل أشكال التغطية. هو مطمئن أيضا إلى أن الردود العربية إما أنها منعدمة وإما أنها ضعيفة وباهتة في الحقيقة ولا ترقى يعني إلى مستوى التحدي. أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا ولا يهدد فقط الفلسطينيين داخل قطاع غزة، أنا أعتقد جوهريا أنه يهدد الأمن القومي لمصر. نعم، لمصر على وجه التحديد. وأنا أظن أنه ينبغي أن يكون هناك مواقف أكبر بكثير مما هو حاصل حتى الآن، ليس فقط من أجل الفلسطينيين، وليس فقط بسبب اتفاقية كامب ديفيد، وليس فقط لأسباب وطنية وقومية ودينية إزاء الفلسطينيين، ولكن من أجل مصر قبل أي شيء. ولكن أستاذ ساري، بجزئية أيضا مهمة بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، حتى بالواقع الميداني للجيش الإسرائيلي، لم تحرق الورقة الأخيرة من خلال السيطرة على محور فيلادلفيا ومعركة رفح؟ على ماذا تراهن إذا حرقت هذه الورقة؟ نعم بالتأكيد هي إسرائيل أحرقت الورقة الأخيرة في الحقيقة. ليس لدى الاحتلال الإسرائيلي ما يضغط به على حركة حماس، ليس لدى الاحتلال الإسرائيلي ما يبتز به حركة حماس. والحقيقة منذ البداية يعني عملية الإبادة الجماعية التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي وعملية التدمير الممنهج والأرض المحروقة والقصف السجادي والإزاحة السكانية وتدمير كامل المعالم الحضرية والعمرانية داخل قطاع غزة أصلاً لم تبقي لحركة حماس أي سبب للتنازل أو أي سبب للاستسلام في الحقيقة. يعني بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي مندفع بغريزته الانتقامية والثأرية الوحشية قطع على نفسه أي فرصة للضغط الفعلي على حركة حماس بهذه الاعتبارات، ومن ثم بقيت ورقة رفح الحقيقة في الأخيرة لم يستطع أن يغالب غريزته الانتقامية وعمى الاستراتيجي وعمى السياسي بالذهاب وهذا الانغماس في رفح. ويقول العديد مرة أخرى من الاستراتيجيين الإسرائيليين ولا سيما الذين هم باتوا خارج دائرة صناع القرار، الذين داخل دائرة صناع القرار في الحقيقة يعني حتى الذين يخالفون بنيامين نتنياهو يمسكون العصا من المنتصف لأن لديهم اعتبارات سياسية ولا أحد فيهم يريد أن يتحمل أي مسؤولية عن أي قرارات خاطئة في هذه الحرب، باستثناء ربما أيزنكوت هو أكثرهم صراحة في الحقيقة وأكثرهم عقلانية في تصريحاته إزاء هذه الحرب. هو يتحدث بصورة صريحة أن مفهوم النصر الشامل لبنيامين نتنياهو مفهوم عائم وغامض ومبهم وغير قابل للتحقق، ويتحدث بصورة صريحة يقول كنا نتحدث عن تفكيك 20 كتيبة لحركة حماس، الآن نفس 20 كتيبة تقاتلنا بقوة أكثر من بداية هذه الحرب، الأماكن التي قلنا أننا انتصرنا فيها وطهرناها من كتائب حركة حماس تعود حركة حماس لقتلنا فيها. هذا كلام أيزنكوت هو داخل صناعة القرار من خلال وجوده في مجلس الحرب، لكن هناك من هو أكثر صراحة من الاستراتيجيين والأمنيين والعسكريين والسياسيين السابقين الذين هم خارج دوائر صناع القرار ويتحدثون بصورة صريحة يوميا في الحقيقة عن العمل الاستراتيجي الذي يتسم به الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب وعن الجبن الذي تتصف به المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وبعض أركان مجلس الحرب في عدم قدرتهم على مواجهة بنيامين نتنياهو الذي يخوض هذه الحرب ويستمر فيها في الحقيقة. جزء من ذلك لأهداف شخصية متعلقة به، ليس فقط لأنه يريد أن يمد هذه الحرب حتى نهاية فترة هذه الحكومة العام 2027، ولكن لأن بنيامين نتنياهو كان يقدم نفسه للجمهور الإسرائيلي بوصفه واحد يشبه الآباء المؤسسين، يعني في مصاف هيرتزل ووايزمان وبن غوريون وحتى يعني الحفيد الفكري والعملي لجابوتينسكي إلى آخره. لكن هذه الدعاية ضربت يوم 7 أكتوبر وأصبح في تاريخ بنيامين نتنياهو وصمة اسمها 7 أكتوبر، يحاول أن يغسل هذه الوصمة بإطالة أمد هذه الحرب واستمرار هذه الحرب. لكن الكثير من الاستراتيجيين الإسرائيليين يقولوا لو دخلنا إلى رفح واحتللنا رفح في الحقيقة ستكون النتيجة صحيح. كما كانت أحدهم اليوم يعني حينما نتحدث عن إسحاق بريك اللواء باحتياط جيش الاحتلال يقول بأنه لم يحقق هذا الاجتياح لرفح أو هذه العملية أي إفادة، على العكس بل هذا كان خطأ مأساويا. وأكثر من ذلك قبل قليل يقول قادة الدولة
يقودونها مثل الغنم إلى الذبح في صحيفة معاريف، وهذه أيضا رؤية استراتيجية باتت مختلفة لدى من هم خارج دائرة صناع القرار. أستاذ ساري، أنتقل إليك أستاذ توفيق طعمي تحديدا بمدى التواطؤ الأمريكي، لأن سمعنا العديد من التصريحات، العديد من التحذيرات سابقا بأنه السيطرة على محور فيلادلفيا هو خط أحمر بالنسبة للأمريكيين. اليوم نحن أمام موقف متناقض مغاير تماما، ويظهر التواطؤ الأمريكي مع الإسرائيلي، كيف يفهم وبأي سياق يمكن وضعه؟ تحية لك وللضيوف وللمشاهدين الكرام. الموقف الأمريكي واضح منذ اليوم الأول في العدوان على قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مشاركة وداعمة، بل هي من تقود الحرب على الشعب الفلسطيني، هي من تزود إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، التي تضرب وتقتل المدنيين النساء والأطفال وتقتل مقومات الحياة في قطاع غزة. فالإدارة الأمريكية تعيش في أزمة حقيقة الآن، تعيش في أزمة غير مسبوقة نتيجة الاحتجاجات، نتيجة عزلتها أمام العالم كله، وأيضا استخدامها لحق النقد الفيديو لأكثر من مرة لعدم يعني صدور قرار بوقف العدوان على قطاع غزة. كل هذا يدل على كم الولايات المتحدة الأمريكية منغمسة في العدوان وفي المشاركة والتخطيط في هذه الإبادة، إبادة الشعب الفلسطيني والاقتراف المزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني. لا يوجد خطوط حمر، لا يوجد خطوط حمراء أمام إسرائيل وأمام الولايات المتحدة الأمريكية. واهم من يعتقد أن أمريكا وضعت خطوط حمر لإسرائيل، هذه فقط يتم استخدامها في الإعلام للجمهور الأمريكي للعالم كله، وكأنها تريد أن تظهر أمام العالم أنها تريد أن تردع إسرائيل، تريد أن تقول لا، إسرائيل لا تقتل المدنيين، إذا دخلتم على رفح نريد خطة للدفاع، لخطة لإجلاء أو خطة معينة لسلامة المدنيين، وهي أبعد من أن تكون كذلك. هي من شاركت في العدوان، ألا يكفي 36-37 ألف شهيد هذا المعلن عنهم، غير الآلاف التي تحت الأنقاض، هناك أكثر من 90 ألف شهيد. وهل تعتقدون أن أمريكا حريصة على سلامة الشعب الفلسطيني، حريصة على المدنيين الفلسطينيين؟ لا بالعكس. طب إذا لم تكن حريصة على حياة الفلسطينيين، تتواطأ اليوم بقتلهم وبإبادتهم أستاذ توفيق، ولكن ماذا عن الأمن القومي المصري؟ ماذا عن اتفاقية كامب ديفيد وهي الراعية لهذه الاتفاقيات التطبيعية؟ ما هو موقفها؟ ولماذا هذه المواقف المتباينة التي تذهب وكأن المسيطر على القرار هو الإسرائيلي، والتبعية تأتي للإدارة الأمريكية وإدارة بايدن؟ هذا ما يحصل الآن، وكأن الولايات المتحدة هي تابعة لدولة الكيان، وأن نتنياهو هو رئيس، يعني يبقى أن يتوج رئيسا بشكل رسمي للولايات المتحدة الأمريكية، بدل أن يكون بايدن أن يكون نتنياهو. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية الآن خسرت مكانتها وهيبتها أمام العالم بسبب هذا الطاغية، بسبب إجرام إسرائيل ودعمها للإجرام الإسرائيلي ودعمها للإبادة الجماعية، وايضا اقتراف اسرائيل المجازر في قطاع غزه. واعتقد ان يعني هذه سياسه امريكا، يعني سياسه امريكا لم تتغير حقيقه، هذا هو الوجه الحقيقي لامريكا والاداره الامريكيه وسياسات الامريكيه، ليس فقط جمهوري او يعني ليس فقط حزب ديمقراطي، انما الجمهوري، وحتى الجمهوري قد يكون اشرس من الحزب الديمقراطي. ولاحظنا قبل يوم نيكي هيلي كانت مرشحه عن للرئاسة الأمريكية، وكيف كتبت على القذائف التي تضرب فيها قطاع غزة، قتل الأطفال. لاحظ ما كتب، طبعا لاقت استنكار كبير جدا في الساحة الأمريكية من كثير من الناس. هذا يدل كما هذا لا فرق بين ديمقراطي ولا فرق بين جمهوري، كلهم يعملون يتسابقون من يريد أن يخدم إسرائيل أكثر، يتسابقون من يريد أن يزود إسرائيل بالسلاح، وإن تقاعص أحد منهم الآخر يبدأ بالانتقاد والمزايدات عليه، حتى أنه يقوم يعني أن لا يتراجع أو أن يقوم بتزويد إسرائيل بكل ما تريده من دعم، سواء كان دعم السلاح، دعم بالمحافل الدولية، دعم توفر لإسرائيل
جميع أشكال الدعم. وبالتالي هذا هي حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا حقيقة الموقف الأمريكي الداعم، وهذا ينعكس على المسار التفاوض كذلك. أستاذ توفيق، ليس هنالك من بوادر لأي ضغوط جدية من قبل الجانب الأمريكي في ظل أيضا هذه المحاولة للمناورة وفق الاقتراح الإسرائيلي الذي نفذ من خلاله هذه السيطرة وهذه المجزرة في رفح؟ سأذهب أيضا إلى هذا العرض وأعود لأستكمل معكم النقاش ضيوفنا الأعزاء حول هذا الواقع الذي يكرسه المحتل الإسرائيلي. مع التخبط في عدوانه على رفح، هو يحاول جيش الاحتلال تسجيل إنجاز ما، فيضرب من دون قيود قاتلا الأطفال والنساء ومتجاوزا كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات. وقد يكون إعلانه السيطرة على محور صلاح الدين أو ما يعرف بمحور فيلادلفيا محاولة جديدة لتحقيق إنجاز ما بشأن أسراه. واقع جديد يحاول الاحتلال فرضه عبر إعادة احتلاله للمحور، الأمر الذي يشكل خرقا لاتفاقيات كام ديفيد مع مصر. هذه الخطوة العدوانية الإسرائيلية تثير التساؤلات عن الأهداف أولا وعن الرسائل تجاه مصر، خصوصا أن الاتفاقيات تصنفه منطقة عازلة وتمنع أي وجود لقوات إسرائيلية أو مصرية فيه. نتنياهو المأزوم بشركائه في مجلس الحرب ومع الشارع يسعى إلى خلق أزمات خارجية للهروب من قرار وقف الحرب والاستغلال أي خطوة عسكرية وتجميع أوراق ضغط ضد حماس والمقاومة لفرض شروطه في أي جولة مفاوضات مقبلة بشأن الأسرى. وفي هذا السياق زعم الجيش الإسرائيلي تدمير عدد من الأنفاق التي تصل بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، ملمحا إلى إمكانية أن يكون الأسرى الإسرائيليون قد نقلوا عبرها إلى مصر. مزاعم دفعت القاهرة إلى الرد نافية وجود مثل هذه الأنفاق، ومتهمة إسرائيل بمواصلة نشر الأكاذيب حول الوضع الميداني لقواتها في رفح، وأن ذلك يعكس حجم أزمة الحكومة الإسرائيلية. حرب المجازر والمحارق تتواصل في رفح، وبات قتل الأطفال والنساء هو الإنجاز لجيش الاحتلال رغم التنديد الدولي. كل ذلك يثبت أكثر فأكثر حضور المقاومة العسكري في المدينة، إذ تستمر فصائل المقاومة باستهداف قوات الاحتلال وتعمل على استنزافها وتكبيدها مزيدا من الخسائر البشرية والمادية، وتحولت رفح إلى مقبرة لدبابات الميركافة. أعود وأستأنف الحوار معك أستاذ أشرف من نقطة أساسية أثارها قبل قليل الأستاذ ساري في مداخلته. قال: نحن نتحدث ليس فقط عن تهديد للفلسطينيين بل كذلك للأمن القومي المصري، وهذا سمعناها أيضا بتصريحات مسبقة حذرت الجانب الإسرائيلي، أتحدث من مسؤولين مصريين، من السيطرة على محور فيلادلفيا لأنها تمس بالأمن القومي المصري. هل المشكلة بأنها اليوم الجانب الإسرائيلي يكرس الوقائع ومنها ينطلق إلى المفاوضات؟ أيضا في سؤال يعني بمقاربة مغايرة لما تحدثت عن أستاذ أشرف، يسأل: إذا كان بالفعل محور صلاح الدين السيطرة عليه لفيلادلفيا، ألا يعني تخلي الدولة المصرية عن الورقة الأقوى لها بالتفاوض، وبالتالي تراجع هذا الدور المصري على مستوى المفاوضات والمستوى الإقليمي والدولي؟ يعني دعيني أولا أبدأ معك بشيء. عندما قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق وقتلت قادة من الحرس الثوري، أي أنها قصفت أرض إيرانية وقتلت مسؤولين إيرانيين، وقررت إيران الرد، أطلقت مئات الصواريخ والمسيرات في اتجاه إسرائيل، من الذي تصدى له؟ أليس الأمريكي؟ أليس البريطاني؟ أليس الفرنسي؟ وهذا يعطيك إجابة أنه أنت لا تحاربي إسرائيل وحدها، بل تحاربي إسرائيل وقبلها أمريكا وبريطانيا وفرنسا. وبالتالي فأي طرف يأخذ ذلك في الحسبان، لأنه لا يوجد طرف عربي منفرد يستطيع أن يتصدى لكل هذه القوة. أمريكا التي أرسلت حوالي 400 طائرة شحن محملة بالصواريخ لإسرائيل، وإسرائيل لديها ترسانة ضخمة، والتي أرسلت لها أكثر من 60 سفينة محملة بالصواريخ والأسلحة. هل إذا مصر دخلت الحرب لن ترسل لإسرائيل المزيد من الصواريخ؟ لن تشارك في الحرب؟ في حرب السادس من أكتوبر 73 كنا عندما ندمر دبابة إسرائيلية في سيناء نكتشف أنها
يعني لم تسير أكثر من 30 أو 40 كيلو فقط. كانت الطائرات تأتي من أمريكا محملة بدبابات خرجت من المخازن بها أسلحتها وبها طاقمها لتشارك في المعركة. إذن أي طرف مهما كان يفكر ألف مرة قبل أن يدخل بشكل مباشر في المعركة. ثانيا، إذا حدثت معركة أين ستحدث؟ أين سيكون موقعها؟ موقعها سيكون غزة، أي أنه إسرائيل ستجد فرصة للقضاء على ما تبقى من غزة، وأيضا ستجد فرصة لدفع الناس إلى ناحية الحدود المصرية، وسيكون هناك مجاعة حقيقية أكثر من ذلك بكثير من غزة. لذلك مصر أولا تراعي مصالحها وتراعي مصالح الفلسطينيين. هل تسمح لي في عاجل على شاشة الميادين قبل فقط ثوان معدودة أستاذ أشرف؟ وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى تقول لا صحة لما يتم تداوله عن اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح، وهذا أيضا من الجانب الإسرائيلي تم الترويج إليه بأن هنالك اتصال واتفاقيات لإعادة فتح المعبر. مصر وضعت شروط لاستئناف العمل في معبر رفح، هو أنه من يعمل فيها هو الطرف الفلسطيني، وأن يكون هناك تأمين كامل للشحنات. الشاحنة عندما تدخل محملة بالبضائع من الجانب المصري أو بالمساعدات، فمن يقودها هو مصريين، وبالتالي هؤلاء السائقين المصريين من يحميهم إذا كانت هناك منطقة حرب حول المعبر؟ ومصر اتفاق المعابر ينص على أنه اتفاق مصري فلسطيني بوجود مراقبين دوليين، وبالتالي مصر ترفض إدخال أي شيء من معبر رفح إلا إذا تم الالتزام بالاتفاق، سواء هؤلاء الفلسطينيين من حماس أو من السلطة. مصر لا تمانع أي طرف فلسطيني وليس إسرائيلي، وبالتالي كلما روجت إسرائيل لذلك يعني هي تريد أن يعني تقول أنها تسعى وأنها تريد فتح المعبر، ومصر التي ترفض. مصر وافقت بشكل مؤقت على إدخال مساعدات من كرم أبو سالم لأنه معبر ثلاثي، نقطة في اتجاه إسرائيل ونقطة في اتجاه غزة ونقطة في اتجاه مصر، وهو الذي يتم تفتيش المساعدات فيه. نعود إلى ما كنا نتكلم عنه، الكل يتكلم عن محور فيلادلفيا. محور فيلادلفيا له اتجاهين، أو له جانب في الجانب المصري من الحدود وجانب آخر في الجانب الفلسطيني من الحدود. عرض هذا المعبر أو هذا المحور لا يزيد عن 100 أو 150 متر. إسرائيل عندما تروج أنها دخلته هذا كلام غير حقيقي، هي موجودة بالدبابات تسيطر على المكان نيرانيا، وربما تدخل بعض أفراد المشاة ليفتشوا. ولكن أليست الخطورة أستاذ أشرف تكريس هذه الوقائع الميدانية لتنطلق منها بالتفاوض إسرائيل؟ يعني قبل أن أجيب على هذه النقطة أريد أن أقول لك أنه في الجانب الآخر، في الجانب المصري من معبر رفح من ممر فيلادلفيا، يوجد آلاف الجنود المصريين ومئات الدبابات، وبشكل يعني به خرق واضح لاتفاقية كامب ديفيد وللملاحق الأمنية. نحن لدينا قوات تكفي إذا ما حاولت إسرائيل أن تعبر الحدود أو إذا ما حاولت أن تدفع الناس إلى الجانب المصري، سنضطر يعني للرد على الجانب الذي يدفع الناس. ولم نصل لمرحلة الاشتباك بعد ولا نريد أن نصل إليه، لكن في النهاية نحن لدينا مهمة أساسية هي مساعدة الفلسطينيين. ليس من حق أي أحد يعني لا يعرف طبيعة الموقف في المكان ثم يتكلم عن نظريات ومعبر وكأنه هذا المحور عرضه عشرات الكيلومترات. عرض رفح بالكامل 10 كيلومترات، عرض المحور نفسه 100 أو 150 متر، هو ما يشبه الخط الوهمي. ثم عفوا نحن نتحدث عن المقاومة وبطولات المقاومة، لكن إسرائيل على الأرض في غزة تتعرض لاستنزاف، لكنها يعني موجودة على الأرض في كل مكان في غزة وتدمر غزة. نتحدث عن البطولات التي حدثت مؤخرا في الشمال، الشمال دمر. يعني القضية ليس أن تكون مقاوم ولكن أن تمنع العدو من التقدم إلى أرضك، هذا لم يحدث
وهذا لا يعني أن المقاومة لا تعمل، المقاومة تعمل وتجتهد لكن قدرتها محدودة. اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى الأستاذ ساري عرابي، ما رأيك بما تفضل به الأستاذ أشرف أبو الهول وبالشق التفاوضي؟ حركة حماس وضعت الشرط الأساسي لا إمكانية للذهاب إلى التفاوض إلا بوقف العدوان أستاذ ساري، وهنالك أوراق قوة تراكمها بالعمليات النوعية التي فاجأت فيها المحتل، ولكن النقطة الأخيرة مثيرة للاهتمام بما أشار إليه الأستاذ أشرف، تفضل أستاذ ساري. يعني أولا الحقيقة لا توجد مشكلة بين المقاومة الفلسطينية والدولة المصرية، يعني الفلسطينيون والمصريون هم أشقاء. أنا أعتقد تماما أن الأوساط الاستراتيجية في الدولة المصرية تعرف تماما قيمة المقاومة الفلسطينية، فالقضية الحقيقة ليست هي قضية تنافسية أو اتهامية بين المقاومة الفلسطينية، وهل المقاومة الفلسطينية نجحت في صد الاحتلال أو لم تنجح في صد الاحتلال، وهل الدولة المصرية مقصرة أو ليست مقصرة. هذا صراع مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا ليس صراعا بين الفلسطينيين والمصريين حتى يحصل ذلك تبادل الاتهامات بين الفلسطينيين والمصريين. لكن بطبيعة الحال نحن نعرف تماما أن مساحة كل قطاع غزة 365 كيلومتر مربع، ونعلم أن قطاع غزة هو شريط ساحلي ضيق وهي أرض مكشوفة تماما، وأن الاحتلال الإسرائيلي بالكثافة والزخم التي يملكها من الطائرات وقوة النيران قادر على الدخول إلى داخل قطاع غزة من خلال سياسة الأرض المحروقة والقصف السجادي. يعني هذه مسألة يعرفها أي إنسان بالنظر البديهي والنظر البسيط. بالتأكيد لن تكون المقاومة الفلسطينية وهي مكشوفة الظهر وفي بيئة مكشوفة تماما على المستوى الطبوغرافي وعلى المستوى العسكري، لذلك اضطرت أصلا أن تحفر الأنفاق للتعويض عن المشاكل التضاريسية والطبوغرافية غير المتوفرة وغير المواتية للمقاومة داخل قطاع غزة. ومن ثم المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال تستخدم تكتيكات خاصة تناسب هذا الوضع. يعني هذه ليست مشكلة المقاومة، هذا قدر المقاومة الفلسطينية أن تكون بيئة قطاع غزة بهذا الشكل. هذا أولا. ثانيا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر قطاع غزة، نعم دمر قطاع غزة في الحقيقة، ولكن أنا أعتقد أن كل إنسان عربي وأن كل إنسان نصير للشعب الفلسطيني ونصير للمقاومة الفلسطينية يدرك تماما أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج أي ذريعة في الحقيقة لتدمير أي شيء. يعني بالنسبة لمصر يدرك إخواننا المصريين سواء في العدوان الثلاثي ما هي الذريعة التي كانت الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الثلاثي على مصر في ذلك الوقت. ليس من حق مصر أن تؤمم القناة وأن تتعامل من قناة شكت بأيدي المصريين بإدارة مصرية خالصة في ذلك الوقت. أي شيء يعطي الإسرائيليين الحق في الاعتداء على مصر في العام 1956، هل يمكن أن نلوم الإرادة المصرية والقرار السيادي المصري أنه قرر أن يؤمم القناة؟ هل يحق للإسرائيلي أن يضرب مصر في العام 1967 لأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرر أن يغلق مضائق تيران في ذلك الوقت؟ هل تلام مصر إذا قررت أن تتصرف بشكل سيادي أن تدافع عن حدودها أو أن تدافع عن مصالحها فقام الإسرائيلي بالاعتداء على مصر؟ وهذا الأمر حاصل في الحقيقة في العام 1982. ما هي الذريعة التي كانت الإسرائيلي لاجتياح لبنان وقاتل آلاف الفلسطينيين واللبنانيين؟ الحقيقة كانت الذريعة صفر ذريعة. الاحتلال الإسرائيلي تذرع بأن جماعة أبو نضال حاولوا اغتيال دبلوماسي إسرائيلي في لندن، وأبو النضال أصلا معادي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اجتاحها شارون لبنان بهدف إخراجها من لبنان في ذلك الوقت. إذا الإسرائيلي لا يحتاج أي ذريعة. الإسرائيلي حينما اجتاح مناطق ألف في العام 2002 وحاصر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ليس ياسر عرفات الذي وضع يده في أيدي الإسرائيليين من أجل السلام ومضى في هذا السبيل ومضى في هذا الطريق وغير الميثاق الوطني الفلسطيني. ما الذي يريده الإسرائيلي؟ الإسرائيلي يريد كائنات أمنية فلسطينية ملحقة به في الحقيقة. الإسرائيلي بهذه السياسة التي استخدمها سابقا في لبنان من خلال سياسة الأرض ما سماها عقيدة الضاحية، واستخدمها في الضفة الغربية وسماها كي الوعي وتدمير قطاع غزة، الآن هو يريد أن يقول للفلسطيني ليس أمامك خيار، إما أن تكون عبدا للإسرائيلي وإما أن تدمر بهذا الشكل. إذن هذا الدمار في الحقيقة فقط في هذا السياق، ليس لأن المقاومة الفلسطينية أخطأت تقديراتها أو لأن المقاومة الفلسطينية لم تكن قادرة على صد يعني هذه الكثافة والزخم من الدبابات والطائرات التي في ظهرها الأمريكي كما قال الأستاذ أشرف. الذي يقاتل في قطاع غزة ليس الكيان الإسرائيلي، الذي يقاتل في غزة هو الولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك الدعم الاقتصادي والتسليحي والعسكري والتقني والاستخباراتي من كل العالم الغربي في الحقيقة، وهذا الفلسطيني وحده الذي يقف في هذه الأرض المكشوفة. إذن المشكلة ليست بين مصر وبين الفلسطينيين، نحن أشقاء أمة واحدة قضية واحدة. مصر والفلسطينيين وكل العرب يفترض أن يكونوا في مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي، هذه قضية. قضية أخرى، نحن حينما نتحدث عن الأمن القومي المصري من باب المحبة لمصر، أنا أعتقد أن كل إنسان مصري مدرك تماما أن هناك مؤامرة على مصر، هذه الدولة بتقلها وبتاريخها وبعدد سكانها وبمركزيتها في اتخاذ القرار على المستوى العربي تاريخيا كانت محاربة تاريخيا. مصر يراد إضعافها في الحقيقة من الإسرائيلي وربما من دول عربية معينة، نحن الآن ندفع ذلك الثمن
الذي نتيجة تلك المحاولات لإضعاف مصر. لا يطالب أحد طبعا مصر بأن تذهب وتقاتل الاحتلال الإسرائيلي ضمن موازين القوة هذه المختلة، لكن مصر دولة كبيرة في الحقيقة، والدول الكبيرة ذات الحجم الكبير، ذات التاريخ الكبير، ذات الإمكانات الكبيرة، أعتقد أن عندها أيضا خيارات كثيرة للتعامل مع هذا. واضح أستاذ ساري، أيضا الأمريكي يلعب هذا الدور بإضعاف الدور المصري الذي كنا نتحدث عنه الريادي القيادي تاريخيا على مستوى المنطقة وعلى مستوى أيضا الإقليمي. وهنا اسمح لي بهذه النقطة أن نذهب إلى أستاذ توفيق طعمي. يعني من المفارقة كذلك أستاذ توفيق بأنه هذه التصريحات التي نسمعها من قبل الجانب الأمريكي لا تتخذ بإجراءات عملية أبدا حتى في المسار التفاوضي، وأكثر من ذلك بأنها تأتي هذه الخطوة الميدانية بالسيطرة على محور فيلادلفيا بشكل يتفكك هذا الرصيف العائم الأمريكي وتنقل معدته إلى ميناء أسدود المحتل، وكأنه يراد الإطباق على القطاع محاولة تجويعية جديدة ومستمرة من قبل الأمريكي وليس فقط من قبل الإسرائيلي، وأضعاف كذلك هذه الأطراف التي تلعب دور الوسطاء في المسار التفاوضي وتقوية أوراق إسرائيل وبنيامين نتنياهو. يعني مرة ثانية نعود ونقول عن الدور الأمريكي، كم هو متماهي مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي، كم هو داعم ومشارك ويقود الحرب على الشعب الفلسطيني، وهو من يوفر طبعا كما قلت يعني جميع أشكال الدعم لهذا الكيان في المحافل الدولية وفي كل مكان، وأيضا حتى تصريحاته دائما متناقضة مع في أي شيء يحدث في الموضوع في قطاع غزة. مرة يقولون يريدون وقف إطلاق النار، ومرة يريدون تكون عملية محدودة في رفح، ولكن العملية بشكل تدريجي تقود إلى اجتياح كامل، والولايات المتحدة ما زالت تدعم هذا وتبرر يعني دائما هناك مبرر لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار في عدوانها على الشعب الفلسطيني. فالموقف الأمريكي لم يتغير، بل هو ما زال يدافع عن إسرائيل، ما زال يقدم لإسرائيل كل شيء تريده لاستمرار العدوان على قطاع غزة. فالسياسات الأمريكية وسياساتها خاصة فيما يتعلق في هذا العدوان على قطاع غزة سياسته واضحة منذ بدء منذ يوم الأول ولم تتغير، والتصريحات اللي بتحدث عنها والتصريحات اللي بنسمعها بعض الأحيان من وزراء مختلفين أو من مسؤولين أمريكيين مختلفين هي صحيح هناك تصريحات متناقضة، لكن هي تصب في نفس المصلحة وهي مصلحة إسرائيل. المصلحة الأولى العلاقة الاستراتيجية اللي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هذه بالنسبة للولايات المتحدة إنها تستمر في دعمها لإسرائيل بجميع توفر جميع أشكال الدعم، ولا تأبه للرأي العام الدولي، ولا تأبه حتى للموقف الفلسطيني، ولا تأبه أيضا للضحايا وما يحدث في قطاع غزة من جريمة ومن إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. يعني حتى في المفاوضات اللي كانت بين حركة حماس ودولة الكيان لإيجاد صيغة معينة يعني للتبادل الأسرى ووقف العدوان على قطاع غزة، الإدارة الأمريكية وافقت على مقترحات حركة حماس من البداية وقالت أنها منطقية، ولكن عادت وانقلبت عليها لأن إسرائيل انقلبت عليها، صحيح. لأن نتنياهو انقلب عليها وانسحب من الاتفاقية. فإسرائيل الحقيقة الآن الولايات المتحدة أصبحت الآن تابعة لأجندة نتنياهو في المنطقة، تابعة للمخططات إسرائيل أيضا في المنطقة العربية وخاصة أيضا في المنطقة في فلسطين، والمشروع الصهيوني في فلسطين وهو تطهير الشعب أو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، تهجير الشعب الفلسطيني حتى من الضفة الغربية وما يحدث في الضفة الغربية. وهنا اسمح لي أستاذ توفيق وأعتذر عن المقاطعة فقط بما تبقى لنا من وقت في المسائية، لأنه ما يجري في الضفة الغربية لا يقل أهمية عن ما يجري في غزة. سأذهب إلى هذا العرض الذي يضيء على الكثير من النقاط بواقع ما يجري هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق في أراضي الضفة. إذا لم تعد الضفة الغربية مسرحا مفتوحا لعبث قوات الاحتلال، فالضربات الأمنية واختراق الإجراءات الأمنية والعسكرية المشددة أضحت روتينا يوميا للمقاومين الذين حولوا الضفة
إلى جبهة ضد الاحتلال ومستوطنيه. عملية الدهس قرب نابلس والتي أدت إلى مقتل جنديين شكلت خرقا نوعيا لسيما بطريقة تنفيذها، وخصوصا أنها كانت على مقربة من حاجز للاحتلال. وهذه العملية رفعت منسوب قلق قيادة الاحتلال من توسع الحرب نحو الضفة. إسرائيل يجب أن تخرج لحرب دفاعية في الضفة الغربية، وكل من يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية فهو يهدر دم المستوطنين ويعرض وجود الدولة للخطر. الاحتلال يرى أن الضفة باتت مسرحا لمعركة نشطة إلى جانب غزة والحدود الشمالية، جبهة قد تضاعف استنزاف قوات الاحتلال وتزيد الضغوط على إدارة نتنياهو المأزوم سياسيا وشعبيا في الوقت عينه. حزب معسكر الدولة بزعامة بني غانتس اقترح إجراء تصويت لحل الكنيسة وتاليا انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر. الهدف من هذا الأمر هو إسقاط نتنياهو، حيث يعتقدون أنه يفضل مرارا وتكرارا المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، متهمين الليكود بزعامة نتنياهو بإتقان أسلوب فرق تسد. أستأنف الحوار. أو كذلك استنزاف سياسي وعسكري تواجهه حكومة الاحتلال، وهو امتداد لصورة حرب استنزاف بغزة وعلى الحدود مع لبنان، حيث باتت تنعكس على المجتمع والاقتصاد وعلى الجيش وسط توجس من تراجع قوته والتأييد الشعبي له. اللواء المتقاعد إسحاق بريك كما ذكرنا قبل قليل أشار في حديث إذاعي إلى أنه جيش مهترئ وغير قادر على القضاء على حماس، وقال أيضا: بما أننا جيش صغير غير قادر على القضاء على حماس، فمن المؤكد أننا سنواجه مشكلة إذا بدأنا حربا شاملة، يجب أن تكون هناك مهلة ووقف للأعمال العدائية. الآن أستأنف الحوار معك أستاذ أشرف أبو الهول. بالواقع لهذه العمليات النوعية المتصاعدة لعدم وعجز أيضا إسرائيل باجتثاث المقاومة في الضفة، ما الذي يقصده اليمين المتطرف بأن يحول الضفة إلى غزة، وهل قادر على ذلك وهو يأمر اليوم بالمزيد من التسليح، ليس فقط نحن نتحدث عن الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي بل لخطر المستوطنين، وبعد أيضا إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية؟ يعني أولا أريد أن ألفت نظرك لشيء مهم جدا، هو أنه التصعيد في الضفة لم يبدأ بعد 7 أكتوبر. صحيح. التصعيد في الضفة عمره يقترب من 3 سنوات. كانت هناك عمليات نوعية وظهرت جماعة عرين الأسود وقضت مضاجع الإسرائيليين وازدادت العمليات في كل مكان، وأصبحت تشكل خطر حقيقي على إسرائيل، على تل أبيب، على القدس الغربية، ربما أكثر مما تشكله غزة بسبب القرب المكاني. كان الشباب يتسللون عبر الجدران ويقومون بقتل الإسرائيليين في المستوطنات والمدن، وبالتالي كانت حكومة نفتالي بنت وبعده حكومة يائير لبيد ثم حكومة نتنياهو بن جفير سموتريتش هدفها الأول هو الضفة، وعلاوة على الانتهاكات والاقتحامات للقدس، وبالتالي هذه العملية مستمرة منذ حوالي 3 سنوات. إسرائيل استغلت انشغال العالم وانشغال وسائل الإعلام مع غزة لتكثف عملياتها بشكل غير مسبوق في الضفة. عدد الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر حتى الآن 8 أشهر يفوق عدد الشهداء ربما في 10 سنين الأخيرة. إسرائيل أطلقت جماح المتطرفين الذين يسمون فتية التلال وكتيبة نتساح يهودا المكونة من الحريديم، وأيضا أيضا الكتيبة الشهيرة المعروفة باسم الدفودان أو المستعربين للقتل والتخريب في الضفة. وكان هناك مخطط كبير جدا هو دفع سكان الضفة الذين يجاورون المستوطنات إلى الدخول إلى الداخل وترك أراضيهم ومزارعهم ليستولى عليها المستوطنين، أو دفعهم للاتجاه ناحية الأردن. إذن المسائل في الضفة لا تقل خطورة عن غزة، ومخطط التهجير
الموضوع للضفة لا يقل خطورة عن مخطط التهجير الموضوع في غزة. الضفة يعني يأمل المتطرفون أن يهرب أهلها في اتجاه الأردن. صحيح، لأن أستاذ أشرف آخر استطلاع إسرائيلي يعني تحديدا أجرته حركة الأمنيين الإسرائيلية تلخص بأن 96% من اليهود المستطلعين بيدعمون تعزيز الاستيطان بمنطقتي تحديدا الجليل والنقب المحتلتين، وأيضا يعتقدون ويصرون على أهمية تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية. وهنا في لكن شق ومخاوف أساسية أستاذ ساري، كيف حولت المقاومة بالمقابل معسكرات الاحتلال ومستوطناته بشمال الضفة الغربية وتحديدا التي يقال بأنها موجودة حوالي جنين وطولكرم إلى مناطق أشبه بغلاف غزة؟ مستوطنو شمال الضفة يستغيثون غلاف غزة هنا أيضا ويتحدثون عن سيناريو مشابه للسابع من أكتوبر. يعني الحقيقة حالة المقاومة في الضفة الغربية هي تمثل لطمة وصدمة في الوقت نفسه لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لمجموعة من الأسباب، طبعا فضلا عن اتفاقنا جميعا وفهمنا جميعا للأهمية الاستراتيجية والإيديولوجية والدينية والقومية للضفة الغربية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، بحيث أن هذه الساحة هي ساحة الصراع الرئيسي في الحقيقة، ولا سيما مع بنيامين نتنياهو والتيار الدين القومي المتحالف مع بنيامين نتنياهو. الاحتلال الإسرائيلي اعتقد في الحقيقة طوال السنوات الماضية من بعد عملية السور الواقع في العام 2002، ثم في وقت تالي من بعد ما يسمى بالانقسام الفلسطيني في العام 2007، بسبب عمليات الاستنزاف المستمر لساحة الضفة الغربية حتى قبل السابع من أكتوبر وحتى قبل تصاعد المقاومة الفلسطينية من بعد العام 2021. منذ 20 سنة تقريبا شهريا في كل شهر يعتقل الاحتلال الإسرائيلي كان 500 فلسطيني في أوقات الهدوء، وهذا يعني تحفز أمني إسرائيلي وتيقظ أمني إسرائيلي وسعي إسرائيلي دائم لشل هذه الحركة، بالإضافة إلى بعض السياسات الاقتصادية والأمنية والثقافية التي مورست على هذه الساحة بهدف ما كان يقال صناعة الفلسطيني الجديد أو هندسة الفلسطيني. حتى بعد معركة جنين وتدمير مخيم جنين في العام 2002 جاءت شخصيات دولية مثل بلير في الحقيقة، وكان يراد أن يجعل مخيم جنين أيقونة أو نموذج للفلسطيني المعتدل والفلسطيني الجديد. بعد كل سياسات الاستنزاف والتفكيك والإنهاك والإطباق الأمني الإسرائيلي على ساحة الضفة الغربية ومحاولة هندسة الجماهير هنا وعزل الجماهير عن واجبهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، تأتي هذه الكحالة الكفاحية في الحقيقة المتطورة والمتحولة والممتدة على الأقل منذ العام 2014. كان هناك هبة في العام 2014، ثم هبة في العام 2015، ثم هبة في 2017، ثم هبة في 2019، ثم كانت معركة سيف القدس في العام 2021، ثم حصل تصاعد لعمليات المقاومة في مطالع العام 2022، وعلى ضوء ذلك ألقى الاحتلال الإسرائيلي بحملة كبيرة داخل الضفة الغربية سماها حملة كأس الأمواج، وفشلت هذه الحملة في تفكيك حالة المقاومة ولا سيما في شمالية الضفة الغربية، إلى درجة أن الاحتلال الإسرائيلي عاد إلى استخدام أساليب لم يستخدمها من نهايات الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليس فقط بالقصف المدفعي أو القصف أو محاولات الاقتحام الكبيرة والطويلة للمخيمات أو القصف بالمسيرات، ولكن بالقصف بالطائرات الحربية المقاتلة. صحيح. كما حصل في مخيم جنين أخيرا، وهو يقصف أحياء مدنية في مخيمات مكتظة. هذه هي سياسة الاحتلال الإسرائيلي، لا توجد تشكيلات مقاومة منظمة وكبيرة وممتدة وواسعة في الضفة الغربية كما قطاع غزة، وها هو الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات الحربية المقاتلة يقصف أحياء صغيرة في مخيمات مكتظة بالسكان داخل الضفة الغربية. هذه الحالة مقلقة للاحتلال الإسرائيلي في الحقيقة إلى حد كبير، لا أقول مقلقة لسموتريتش وبن غفير، هؤلاء لا يقيمون أي وزن للاعتبارات السياسية والاستراتيجية. هؤلاء يفكرون بمنطق مسيحاني خلاصي، هم يريدون التصعيد من أجل نزول المسيح المخلص، هكذا هم يفكرون، ويتحدثون عن أنه توزيع أسلحة جديدة في الأيام المقبلة للمستوطنين للدفاع عن هذه المستوطنات. بشكل سريع ومختصر، ماكرون أستاذ توني تعمي في موقف يعني أوروبي يدعو الرئيس عباس إلى إصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرا للاعتراف بدولة فلسطين، ماذا عن الموقف الأمريكي عن حل الدولتين والتي يعني لطالما عرضت نفسها بأنها الوسيط والراعي لهذه الاتفاقيات؟ أين هي اليوم مما يجري في الضفة وتوسيع سياسة الاستيطان؟ يعني الموقف الأمريكي بالنسبة لحل الدولتين، صحيح هي يعني تتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، تحدث عن حل النهائي للشعب الفلسطيني أن يكون هناك حل دولتين، لكن هل حقيقة هي تطبق ما تتحدث عنه؟ أنا لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حتى في هذه اللحظة أن يكون هناك دولة للفلسطينيين. قبل أسبوع أو أسبوعين كان هناك في مجلس الأمن واعترضت واستخدمت حق النقد الفيتو على أن تكون دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وهذا يدل على أن هي نوايا الولايات المتحدة لا تريد أن يكون هناك دولة للفلسطينيين. وتحدثت كثيرا نتنياهو رفض إقامة دولة فلسطينية، يرفض رفض قاطع، والولايات المتحدة تتماهى مع سياسة نتنياهو في هذا الموضوع. وبالتالي حديث عن حل الدولتين هذا أمر غير لا، حتى لو فعلا كان هناك حل دولتين كيف سيكون الحل في ظل وجود أكثر من 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية؟ كيف سيتم التخلص من هؤلاء؟ من الصعب جدا أن تكون هناك حلول، حل دولتين أنا بتقديري هذا انتهى. الحل الفلسطيني لا يكون إلا أن يكون هناك حل دولي واحدي، أما حل الدولتين أن نعيش مع المستوطنين، سيطرة استيطانية، سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، سيطرة معابر أكثر من 600 حاجز إسرائيلي في تقطع أوصال الضفة الغربية، انتهاكات وقيام المستوطنين بالأعمال العدائية والإرهاب الاستيطاني والمستوطنين ضد الفلسطين. من سيوقف هذا الإرهاب؟ من هل يستطيع الرئيس الفلسطيني فعل ذلك؟ لا أعتقد ذلك. العالم يطالب من الرئيس الفلسطيني تغيير السلطة الفلسطينية أو عمل شيء للسلطة. السلطة الفلسطينية غير قادرة عن الدفاع عن نفسها، لا تستطيع حماية نفسها في ظل الاحتجاجات، في ظل الاقتحامات الإسرائيلية وما يحدث في الضفة الغربية. الحقيقة هي صورة مصغرة عما يحدث في قطاع غزة، وبالتالي السلطة عاجزة عن الدفاع عن نفسها، الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأصبحت حتى الآن كما تريدها إسرائيل، تريدها أن تكون وكيل أمني للاحتلال، وهذا مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وأيضا الكثير من السلطة الفلسطينية. شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق طعمي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من لوس أنجلوس من كاليفورنيا. وأيضا الشكر موصول لك أستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، كنت معنا من القاهرة. وشكر موصول لك أستاذ ساري عرابي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. هذه المسائية انتهت، في أمان الله.